الله خليكي، لا تروحي. تتجوزيني مروة؟ بتتجوزيني؟ يا الله ساعدني، أنا عم بتعذب. مروة خليكي، لا تروحي. تتجوزيني مروة؟ بتتجوزيني؟ مراد، شو صاير لك من الصبح؟ ليش انت فايقة؟ حابب يصلي الصبح بالجامع. ليش؟ لأنه بالجامع فيها ثواب أكتر، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصانا نصلي الصبح والعشاء جماعة، ولأنه عيد مولد النبي بهذا الأسبوع لازم نحن ننفذ وصيته. تعال صلي معي. لا، بدي صلي هون. مين هالمرة؟
ولا حدا. شبك لكان؟ أنا خايف. اللي صاير شي؟ مروة راحت أمي، كنت أنان كتير وبسببي خلوها تترك الشغل. ما بصير إلا الخير، لا تتضايق. ما بقدر، أنا خايف، ما فيني أخسر مروة أمي. أنت ليش مفكر أنك رح تخسرها؟ لأني غلطت معها كتير يا أمي، أنا وحيد. بس أنا ما عاد بدي ضل وحيد. مراد، لا أنت مانك وحيد، بكفيك أنه نور الله موجود، وهالنور الموجود بقلب كل مؤمن ما رح يحسسه أنه وحيد. اسمع مني، كل ما حسيت حالك وحيد بهاي الدنيا قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو يلي رح يرعاك كيف ما توجهت. الله بيحب أنه ندعي له وما رح يتركنا لحالنا أبداً. مرحبا. أهلين، تفضلي. في عندك ماي؟ طبعا. تفضلي. شكرا، كلك ذوق. شرفتي. فلتي ايدي. اهدي شوي، تعالي معي. حبيبتي لا تمسك ايدي. طيب طيب طيب، لا تخافي، اهدي شوي، ما حأذيكي. عادي هون لشوف. عادي. هلا احكي لي بقى، هي إلك؟ مم.
حتى أنا كمان بعرف عيش، بس هني ما خلوني. زينب بنتي هدول مو إلنا. بس أنا كتير بحب التفاح. طيب ماشي، رح أقول لصاحبك لازم يسمح لنا قبل ما ناكله. حلو والله، روحي وزعي للناس برا. لا تأخذيني، بس البنت حبت تاكل تفاحة. اسمعيني، أنا بحب يكون كل شيء واضح من أول الطريق، يعني محسوبتك ما بتحب يلي إيديهم طويلة أبدا. شو اللي بدك تقولي؟ بعتقد إنك فهمتي يلي بدي أقوله كتير منيح. لا تفكري إني مو دايرة بالي، أنا بعرف منيح شو حاطة ببيتي. يا ويلك إذا اختفى شي. ايه بعدين هالظالمة ما رحمتنا ابدا. مين هي؟ امي. والله ما سرقتش. عم تسرقيني ما؟ ماما قلت لك دايرة بعدي. حياة الله مو أنا اللي سرقت. ماما انت ليش ما عم تصدقيني؟ إلي إلي ليه؟ ماما طبعاً الذنب مو ذنبي، أنا ما سرقت شي، بس بعدين سرقت ودفعت ثمن اللي صار. شو صار؟ ماما أنا جوعانة كتير. زينب انت استنيني هون ماشي، ما رح اتاخر. بيساعدك؟ الله يخليك، بدي جوعاني. مشي معي، شايف من نمرتك كتير، لو سرقتيهم كانوا قطعوا حق أم راتبنا. صدقني بنتي واقفة برا. يلا يلا حرام البنت ما يدي من الجوع، بترجعك ضحك يا عغيري، تسلم الشرطة. والله البنت هني قدامي. أماني ايه مشي بلا حكي. والله البنت تخجلي على حالك. بنتي يلا خلصيني. كانت هون. بلا كذب. بنتي كانت هون. فوتوها بسرعة. تعي يلا فوتي. يلا زينب. فوتي خلصينا زينب. بقى الناس اللي اشتغلت عندهم اشتكوا علي. طبعاً الشرطة صدقوهم ورموني بالحبس. وبنتك؟ دورت ما لقيتها، وحاسة إني ما رح لاقيها. خلص البنت ضاعت وانخرب بيتي. طيب يا ترى أمك وينها هلأ؟ ضيعت ما بعرف. طيب شو اسمها؟ سما. تركتني وأنا بنت صغيرة، بعدين إجا الأسود وهو أخدني. هو قال لي إنه أمي هي تركتني عنده. وشو بيقربك؟ الأسود بيهتم فينا، كل يوم بيطلعنا مشاوير.
يعني منلحق الناس ومنطلب منهم مصاري. يعني انتو عم تشهدوا؟ طيب في ولاد غيرك؟ استني حبيبتي استني، شو بكي؟ ليش مستعجلة؟ لأني تأخرت، رفقاتي جوعانين وكنت رايحة منشان جيب لهم الأكل. طيب تأخذيني معك لعندهم؟ امشي. لا تخافوا، لا تخافوا. شوفوا طيبين. يلا تعالوا ناكل. أنا كثير بحب الخبز السخن. إجا القطار؟ لا. أنت أنقذتي حياتي. عمو سيارتك حلوة كتير، ما بتزمر؟ طبعاً، كل سيارة في إلها زمور. عمو مراد زمرنا. زمر عمو. عمو طولوا بالكم شوي. لحظة بس لحظة. ملاعين عم تشاغبوا ما خلاص. بس مرة. بس مرة. طيب يا حلوين زمروا يا شوف، يلا زمروا. مراد؟ أه؟ ليش رجعت؟ لأنهم ما تركوني. ابني شو هاد؟ هدول شكلهم أولاد شوارع أمي. واحد مثلك ابن شوارع، فهمان ولا؟ آه طلعت كتير حلوة بيوت الأغنية. إيه والله. لك أنت منين جايبهم؟ يلا وحنا هون. أمي هدول مساكين بصراحة كانوا بالشارع، لازم نحممهم لهالمساكين. شوف قديش وصخين. على الأغلب في حدا عم يستغلهم، عم بيخليهم يشحدوا. واحد بلا ضمير. حلوة يا الله. سير حلوة. شوف يا خلص شوي شوي يا أولاد، اهدوا شوي. حلوين هدول الأولاد، هن زينة الحياة. فكر فيها، ليش الله بعت هدول الأولاد بهذا الوقت تحديدا؟ أكيد في وراها حكمة، والحكمة إنه الله حب يزيد حسناتنا عنده. إجونا بعيد مولد النبي، اليوم بالحارة كلنا كنا عم نفكر نعمل شيء بهالمناسبة. شوفون الفرصة إجت لحالها لعنا. هدول يا أما ضايعين يا أما أيتام. يا ابني نبينا محمد وصانا بالأيتام والمشردين، لازم ننفذ الوصية، لازم نستفيد من هاي النعمة اللي الله بعتها لعنا ونهتم فيهم قد ما فينا. ألو. مرحبا مروة. بس لحظة. أنا كنت جاي لعندك بس تأخرت شوي على الطريق. ما في شيء. طيب على عيني، جاي فورا. مراد بعرف شو بدك. اسمعني بس شوي. بصراحة أنا كتير غلطت، خليتك تفكر أنك السبب لأني تركت المستشفى. كل اللي خايفة منه أنه كون ضايقتك. عن جد غلطت. اليوم صار معي شيء خلاني أفهمك منيح. كل الناس ومشاكلهم طلعوا ما بيفرقونا، بالعكس بالعكس تماما، هن عم يجمعونا إذا بدك، ولولاهم كنا ما تعرفنا. حتى هن يخلوني أعرف قديش أنت شخص نبيل وكريم. ما بديك تتراجع أبداً عن هدفك، كمل، لازم تكمل.
اليوم شفت مرة، أنا حسيت إنه الله بعتني لعندها بالوقت المناسب، قدرت لحقها قبل ما تنتحر، وهذا الشيء اللي صار خلاني أتراجع عن فكرة السفر. أنا ما عاد بدي روح، حاسة إنه فيني خفف عن هالمرة الألم، ولازم أنا وإنت وكل الناس اللي حوالينا نعرف نحس ببعض منيح. هلأ فهمت. سما؟ إيه؟ طالعة من الحبس جديد، أنا معها هلأ، مرة مسكينة، مضيعة بنتها. مراد؟ ألو؟ مراد؟ مروة، تعي على اسطنبول هلأ، جيبي هاي المرة معك ولا تتأخري. طيب ماشي، ديري بالك، الله معك. شو صار؟ في شخص رح يفيدنا. كيف؟ ومين هذا الشخص؟ مراد، رح يلاقي لك بنتك إن شاء الله، صدقيني، راجعين على اسطنبول. يا رب رحمتك. شو صار؟ هو بكير على الحكي هلأ، بس على الأغلب صارت صدفة حلوة كتير. مروة جاي. هاي مو صدفة يا ابني، ما في صدف. أنت عم تمشي بطريق طويل وفاتح قلبك على كل شيء بالدنيا، بعدين أنت حاطت مصلحة العالم قبل مصلحتك، وبهالحالة قدرت الله خلت البواب تنفتح قدامك بسهولة، ولما الله ينور عبده كل شيء بيصير ممكن يا ابني. وهذا الشيء ما نصدفة، لأنه الله هو يلي كتب لك هالطريق، ولازم تضل متواضع لتحفظ هالنعمة. ساعتها كل حياتك بتلاقيها ماشي بنور الله، لأنه الإنسان اللي بيتكبر بوابه رح تكون مسكرة، وبلاقي حاله عايش عم يستنى الصدف. ومثل هذا النوع من الناس ما له حدا غير الشيطان الرجيم يلي رح يضل يغويه ويحسسه أنه رح تهون مع كل صدفة. الحرامي هرب من الشرطة من فوق بناية، وعندما وقع اللص وقع على سيارة وأصابها بأضرار، وعوض صاحبها بالمصاري اللي سرقون. اف، اللي من الصبح واقفة حاسة رجلي يتخدروا. طيب روحي تمشي شوي. يعني اتركك لحالك؟ لا مو حلوة. مراد شو قصته؟ وين مختفي؟ والله ما بعرف. انا رايحة رح شوف وينه. ليش انت شو بدك منه؟ ولا شي، هلأ بشوف. لازم نخبر عن الأولاد. تخبر الشرطة؟ طبعاً، لأنه هن الوحيدين اللي بيقدروا يلاقوا أهلهم. صحيح، روح لعند الضابط عاصم هلأ. أمي ديري بالك عليهم، شوفي ما أحلاهم. الله لا يحرم مخلوق من أهله، صعب كتير، خصوصاً لأنهم صغار رح تكون أصعب. إن شاء الله رح نقدر نساعد هالمساكين ونرجعهم لأهلهم. إن شاء الله، إن شاء الله. هو هو، الشمس قربت تغيب وبعدك بالبيت. سكتي. والله لحتى أشتكيك لأمك، أنت ما بتفهم بالحكي ست ملك. سونا استني. ست ملك خالتي؟ خالتي؟ وينك خالتي؟ هاد ابنك رح يطلع روحي. بنتي وطي صوتك. شو هاد؟ كل هدول؟ ولاد مين؟ لك خلص وطي صوتك، سكتي شوي. منين طلعوا هدول الولاد؟ انت شو اللي عم تعمله حضرتك؟ خلص بقى بنتي، ما عم نعمل شي غلط، الولاد مشردين ومراد حب يساعدهم. اها، وشو كمان؟ يا عيني عليك، وصلت لهون؟ انت شاطر تحل مشاكل العالم وبتتركني لحالي ليش؟ قلت لك وطي صوتك، هلا بيخافوا الاولاد. ليش رح يخافوا يعني؟ انا فزاعه؟ لا حبيبتي، ما قصدي، يبدو فهمتيني غلط. انا بس خايف على الاولاد انهم يغرقوا ببحر حنانك حبيبه قلبي. يلا انقلعي لبرا. اترك
انقلعي لبرا قلتلك. شو بدك اشتغل بالفرن لحالي يعني؟ انا مليت فهمت؟ سونا انا مشغول كتير هلا، لك حلي عني. وبشو مشغول؟ شو دخلك؟ دائما بدك تعرفي كل شيء؟ رايح على الشرطة بدي خبر عن الاولاد منيح؟ ليش؟ يعني ليش برأيك؟ حتى يساعدونا. ما بتعرفي يمكن اهلهم عم بيدوروا عليهم. يلا روحي لازم سلم الاولاد بقى، فهمتي؟ طبعا حبيبي لازم تسلمهم. شو بدك بهالعفاريت؟ سونا لهلا انا ماسك حالي منيح، امشي امشي قدامي، لا تجننيني يا. طيب رايحة، اصلا الحق علي اني بخاف عليك. عمو مراد؟ حلمي؟ فقت من صوتها مو هيك؟ عمو مراد امانة لا تسلمني انا ورفقاتي للشرطة، الله يخليك. ليش حلمي؟ الشرطة رح تساعدكم، بعدين انا رايح لعند شرطي من معارفنا، لا تخاف. لانهم اكيد رح ياخذونا على الملجأ، وبالملجأ في اولاد كبار بيضربونا. بس مو احسن ما تضل بالشارع؟ هنيك بيهتموا فيكن. ماما ملك عم تعملكن فطاير، روح لعندها. يلا يلا. شو الحل؟ احترامي سيدي. احترامي سيدي. احترامي سيدي. انا عن جد كتير مبسوط لانك رجعت لنا. شكرا لك، وانا مبسوط فيكم. احترامي سيدي. اساسا الذنب مانو ذنبك. صدقني ذنبي، لاني محسوبك طلعت اكبر غبي بالعالم. عسلامتك. لا لا سيدي، مو على سلامتي، بالعكس، والله اني اجداب. لو الله يحكمني بمراد، من كتر ما رديت على كلامه كنت رح اتقلع من شغلي. الشي اللي زعجني انه ضرب بنتي، اما من هلا ورايح ما عاد رد عليه وما عاد بدي اشوفه، واذا بيجي ما بكون عاصم اذا رح رد عليه، واذا رديت اعتبروني ما بفهم. استغفر الله سيدي، انت ليش عم تحكي هيك؟ محمد قوم. امي زينب. يلا قوموا بسرعه، لازم نهرب من هون. ليش؟ عمو مراد رح يسلمنا للشرطه، رح يرجعونا على الملجأ. مستحيل. قلت لك سمعته بإذني وترجيته ما يسلمنا، بس ما رضي. طب نحن هلأ ما فينا نروح، ما في عنا مكان. بعدين بلكي لقانا الأسود. يا ولاد جوعانين شي؟ ايه جوعانين. رح شوف مين على الباب وبعدين بحضر الأكل منشان ناكل، ماشي؟ ماشي. كيفك؟ منيحة. إليلي وصلوا الجماعة ولا لسه؟ وصلوا، كنا عم نعمل تحضيراتنا مشان أسبوع المولد النبوي. يلا. بس أنا ما فيني أجي هلأ، عندي ضيوف. يلا ما أنا مشكلة يا ست ملك، فيك تجيب ضيوفك معك، يعني ضروري لازم تجي. سيدي بهالحالة هي شو فينا نساوي؟ اسمع لقلك، أولا أنا ما بساوي أي شي بخصك، ثانيا إذا راح ساوي لازم تكون بعيد عني. لازم. بس سيدي لا تبلش لي بالبسبسة وتلعي قلبي هلأ، بسببك خسرت بنتي. بدي أخذ الأولاد، بس في شغلة لازم تعرفها، في واحد اسمه بابا الأسود مخوف الأولاد كتير. هالاسم غريب علي، شو بيشتغي؟ ما بعرف، بس هو ما لازم يعرف إنه الأولاد عندي بالبيت هلأ، وإلا ما رح يتركن. ركز هون إذا بتريد. بما إنه خلصت كل الحكي اللي عندك، يا ريت هلأ تحمل حالك وتنقلع. في خبر كتير حلو لازم تعرفه سيدي. يلا يلا بلا أسلوبك البايخ وإحكي اللي عندك. مروة راجع لهون واليوم. لا يا والله، بس توصل بتفهمك، قرب اتصل. لعنة حتى بنتي عم تتصرف مثلك. شوفوا لا لا تخليني عصب منك أكتر. يلا ريحني منك. هلأ بوشك عن نيابة. أخيرا بنتي راجعة مروة. لوين رايحين هلأ؟ رايحي بالك، يلي رايحين لعنده رح يحللك مشكلتك. تعرفي إذا بنتي بتلتقى وقتها رح يصير في شي عيش من شانه. يا رب لا تخيب أملي، بدي شوفها. إن شاء الله بتلاقيها وبترجعوا سوا. أهم شي تبردي أعصابك، الله ما بينسى حدا، كل شي له حل. معلم. أمر. صار معي شي، كنت بالمخفر. بالمخفر؟ الأولاد عرفت وين. وين؟ Thank you.
كيفك؟ اشتقت لك. هاي هي سما اللي حكيت لك عنها، مراد رح يساعدك. مرحبا. مروة حكت لي عنك، عن جد فيك تساعدني مشان لاقي بنتي؟ هذا أكتر شي بتمناه هلا، بس في شي لازم قلك إياه. أنا السبب بهالشي اللي صار معك. كيف؟ لما تقلعتي أنا اللي سرقت، بس صدقيني ما كنت حاسب حساب إنه رح يبلوكي بالقصة ويحبسوكي. أنا ما توقعت، يعني كنت مفكر إنه رح تتسجل ضد مجهول. واطي أنت حيوان. كنت مفكر أنا حياتي كلها تدمرت بسببك يا حقير، خرب بيتي وضاعت بنتي. صدقيني ما كان قصدي، بس حقك ورح يكون دين برقبتي. أهم شي إنك تسامحيني. أنا كيف بدي سامحك بعد اللي عملته؟ بسببك ضاعت بنتي مني. اضربيني اضربيني إذا بترتاحي هيك، بس اسمعيني. تعرفيها؟ بنتي، هاي بنتي. صح، زينة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى. خالة شو عم يعملوا؟ عم يقروا الصلاة على النبي يا بنتي. الصلاة على النبي بتحيي القلوب الميتة عند الناس، ومشان هيك نحن لازم نزيد الصلاة، لأنه كل ما زدنا الصلاة على نبينا الكريم محمد رح يشفع لنا يوم القيامة عند رب العالمين. باختصار، إذا نحن ما مننساه هو ما رح ينسانا. كتير حلو. إذا بدكن فيكن تروحوا لعندن، حتى ممكن تعملوا اللي عم يعملوه. عن جد فينا نعمل مثلهم؟ تقعدوا هون جنبي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لا تسرع بدرجة، أنا سبقتكم. يعني الحمد لله بهالايام الفضيله قدرنا انه نعمل شغلات منيحه. انا لا تضربي، انا ماني ماسكه. وان شاء الله الله اكيد راح يتقبل هالاعمال منا ويفتح علينا ابواب رحمته يوم لا ظل الا ظله ان شاء الله. هالشيء اللي عم تعملوه هلا الله راح يجزيكم الخير فيه ويبارك بولادكم. ما بصير نحن مع بعض هلا ضربتيني. الله يكثر من الناس اللي مثلكم ويدفعكم دائما للخير. الله يسلمك. اصلا نحن ما عم نعمل غير اللي تعلمناه منكم يا شيخنا. لو ما كنتوا بركتنا كنا ما سوينا شيء. بالآخر نحنا ما منكون غير عم نرد فضايل الله علينا. طيب طيب، بس لحظة، انت عم تخش. استني. يلا يا أولاد، يلا يلا بدنا نروح. امشوا، خلونا ها بخاطركم. الله معك. ليش ما قعدنا كمان شوي مع خالتي ملك؟ ايه منروح مرة تانية. يلا لشوف الشاطرين. عدوا هون لشوف. أنا شاطر وأنا كمان. إيه؟ شو تعلمنا اليوم؟ صلاة النبي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى. لك إجو. مين إجا يا ابني؟ خير؟ مرحبا، سمعت انه ابني عندكم وقال معه رفقاته كمان. ومين حضرتك؟ انا بكون ابوه لواحد من الاولاد. اذا هيك استنى الشرطة، انا خبرتهم وهن على الطريق. هدول الاولاد بيكونوا اولادي وانت مالك علاقة فينا. بعدي. قولي لنا وين خبيتي الاولاد. لك وين الاولاد يا مرا؟ قولي لنا وين الاولاد. دوروا بالبيت. امي؟ ايه امرك. مروة خبري ابوكي. شوفي. ترك أمي ولا؟ مراد 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 انتبه. أنا
فرجي. والله لك يا ابني. مين انت ولا؟ اجت الشرطة. اهربوا. مراد. وقف. وقف. لا تهرب. وقف عندك لا تتحرك. لك ما رح تقدروا تهربوا. وقفوا. وقف يا حيوان. مراد. ابني. مراد انت منيح؟ الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامتك حبيبتي. بابا لا تحكي شي بنتي، فهمان. أنا بعرف إنك رجعتي مع مراد. كل شي صار معي بسرعة، سما اللي رجعتني. أمي سما أمها لزينب. يعني شغلنا ما راح ببلاش. تعي بنتي، تعي بنتك جوا. رأفت وين زينب؟ أما جاي تشوفها. بس هنن هلأ راحوا. كيف راحوا؟ قالوا إنه إجا بابا الأسود، بعدين هربوا من الجنينة يلي ورا البيت. بنتي. كتير. بس إذا وقفنا رح يمسكنا. أنت روح، ما عاد فيني أركض. بسرعة تعي يلا. هربوا. أجلي بسرعة. بنتي كله بسببك انت، كل شي بسببك انت. انت دمرتني، ضيعتني لي بنتي، كله بسببك انت، كله بسببك. مراد ابني. تعي بنتي تعي. ما صار لي شي امي. بنتي زينب، بنتي زينب. شو فيني ساوي هلا؟ يا رب تساعدني، أنا محتار. خليني أشوفها. زعلان مني؟ ليش؟ لأني تركتك. كنت لاحق. شفت زينب بطريقي، ولما اتصلتي وقلتي لي وقتها أنه أمها لزينب قاعدة معك، حسيت القدر لاحقني وحسيت أني ما رح ارتاح. كل حقوق الناس اللي ما عم تخلص بالمرة وذنوبي اللي بدي أخلص منها، كل عم بتخليني تعبان كتير. أنا ما بستاهلك يا مروة. هلأ خلينا ندور على زينب. إذا خبرنا أهل الحارة أكيد هن رح يساعدونا، وكمان بابا بيساعدنا. لازم ندور عليهم. رح أضل مع سما، وأنت خبر العم إبراهيم. أنا كل يوم بشكر رب العالمين، كل يوم، لأنه خلاني أعرفك. سما، بعرف إنه همك كبير، بعرف،
ما في ألم أكبر من بعد الأم عن أولادها، ولما نواجه هيك ألم ونتوجع منه منفكر إنه مستحيل الألم يخلص بيوم من الأيام. وأنا مثلك مرقت علي فترة خسرت ابني، قلبي كان كل يوم عم يتقطع لأنه ابني انحبس. تعرفي شو يلي هون علي؟ سيدنا محمد. قلت لحالي هو أقرب الناس لله، وهو يلي نشر الدين بالأرض، ورغم هيك الله ما خصه عن عباده التانيين وما عصمه عن الأذى. لما دعا الناس بالطائف شو عملوا؟ شتموه وضربوه بالحجار. قد ما كنا عم نتعذب هو تعذب أكتر. برأيك الرسول شو دعا والدم كان عم ينزل من وجهه وكلهم عم بيقولوا له دعي عليهم، تعرفي شو دعا وقال؟ يا رب اتشفي بقلبه رحمة. قال اللهم أهدي قومي فهم لا يعلمون. هيك دعا يا بنتي. كلياتنا في عنا ذنوب ودائما منغلط. طيب إذا تسكرت أبواب الدنيا بوشنا، مين يلي رح يقبل يسمعنا؟ ما في غيره بحس فينا. سيدنا محمد هو شفيعنا يوم القيامة. وإذا الإنسان بيفكر إنه يغسل قلبه من الحزن، ما عنده أي حل غير إنه يتذكر سيدنا محمد ويعتبره دليله الوحيد. لما نصلي على النبي هو بيكون عم يسمع صلاتنا وبيضلوا دائما حوالينا. تخيلي هالشي معي، انه اجى على بيتنا. برايك شو لازم نعمل حتى نخليه يرضى علينا ويهدينا للصراط المستقيم؟ يا ربي وين راحوا الأولاد؟ وين بيكونوا هلأ؟ يا رب احميهم من كل شر، يا رب لا توقعهم بإيدين ناس مو مناح. وين راح لاقيهم يا ترى؟ وبس وين؟ شت ملك، هذا الزلمة يلي اسمه الأسود ليكون هو رجع خطفهم. فال الله ولا فالك يا أخي إبراهيم. أنا يلي حاسسته إنه هن خافوا وهربوا. خايف عليهم من برد الليل القاسي. هدول الناس بلا ضمير وما بيخافوا الله. والله حاسة حالي مربطة، شو ساوي؟ لهلأ ماني قدراني أصدق إنه في هيك ناس. هدول الناس ما بيلبق لهم أبداً إنه يكونوا من أمة سيدنا محمد ولا بشر حتى. يا رب بعرف أنا كنت دايماً بتخانق معهم، بس عم فكر إنه أنا كمان كان ممكن إني كون محلهم هلأ بردان وبالليل. كنت كتير رح خاف. يا رب ساعدهم، يا رب العالمين احميهم. ابني عدي هون، لا تزعلي، عدي ادعي معي. زينب رح ترجع ان شاء الله، صدقيني. انت ما بتحبي عم مراد ما هيك؟ هو منيح، رح يلاقي زينب أكيد. ما بعرف وين الأسود، اسم زيف، بتلاقيه بكل شغلة. فهم علي هلأ، انت لا تحط ايدك بهالموضوع ماشي؟ من هلأ ورايح لازم تعرف حدودك أحسن ما تندم. بابا الأسود لحقنا ونحنا هربنا. نحنا؟ ليش مين أنتو؟
ليكون معك حدا تاني هون. ها وينن ولاد؟ اجوا معك شي؟ مراد اذا بيطلع ملعوب بتعرف شو بساوي. معقول معلم؟ الله يسامحك. اوعى تقول ما نبهتك. كرهت وياك كم حصل؟ لا تتحرك بارضك. وين زينب؟ وين البنت؟